سلامة البنات، مرحبا. اليوم رجعت لكم في فيديو سبيسيال. انا ديما فيديوهات سبيسيال كمان. دونك فيديو اليوم ما روتين كابيلير بلس دي استوس. عندي دي استوس نستعمل فيهم، قلت علاش لا ما شارككمش لي استوس هذوما ونحكي لكم عليهم. من غير ما نطول عليكم نبداو الفيديو نتاعنا. اول حاجه باش نحكي لكم عليها اللي انا جاي لي جفو هايبر هايبر غرا، دونك يقلقوني على الاخر، ما لقيتش حل. ريان كو عندي دي استوس نتبع فيهم. اول حاجه نحكي لكم عليها من لي استوس قبل ما ندخل الدوش. قبل ما ندخل الدوش ناخذ نص كعبه قارصه نعصرها ونعمل بها كيما الماسك في البارتي هذيا الفوقانيه من شعري، خاطر انا تزيت لي البارتي هذيا اكثر. دونك نعملها ونقعد بها نص ساعه قبل ما ندخل الدوش. بعد كي ندخل الدوش نبل شعري بالماء سخون، مش سخون برشا، عرفتك اللي باش ينحي الزيوت الموجوده في الشعر، باش ينحي اللي يقعدوا معناها اللي في الشعر. من بعد نبدا نغسل بالشامبوان. دونك بعد ما نكمل انا نشلل شعري بالقدي 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 بالماء سخون، نحط الوحده الماء في الماء البارد. علاش الماء البارد؟ الماء البارد يا جماعه ينظف الشعر دو ان دو دو، يرجع اللقه والحيويه للشعر، يخلي الشعر متماسكه اكثر، يخليك مرتاحه اكثر في الدوش. سختوك شعرنا معناها حساس برشا، دونك لازمنا نتلهاو بيه. الاستوس الثانيه اللي باش نحكي لك الثالثه باردون اللي باش نقولها لكم، كونوا ردوا بالكم تسرحوا شعركم مع الشامبوان. غلط غلط غلط. اول حاجه تسرحوا شعركم في الدوش، ثاني حاجه حاولوا تسرحوه مع لابخي شامبوان والا مع الماسك لان دي دو، والا كان انتم تستعملوا في دي تريتمون ولا حكايه سرحوا شعركم معاهم. ردوا بالكم تسرحوه مع الشامبوان، خاطر احنا في الشامبوان شنو باش نعملوا؟ الشامبوان مع تريقلو به شعرنا، يعني نفركوا به شعرنا، دونك الشعر باش يدخل بعضه. ردوا بالكم لي في هذه هي الاستوسه الثالثه. توا باش نحكي لكم على حاجه لقيتها وفرحانه برشا اللي انا خديت منها ولقيتها، خاطر فرانشمون صلحت لي شعري وسيتان توب توب اي توب. باش نحكي لكم على البينوار دو شي نيهال. البنوار هذيا الدياف هذيا البنوار الثاني اللي خذيته، كنت هبط لكم التصوير على الفيسبوك. لقيته اول مره في كارفور ا 10 دينار 900، تو ولا بون بيريود اللي فاتت ولات 9 دينار 900. البنوار هذيا مون كود كور، هذيا منقذي الوحيد. هذيا البنوار انقذني على الاخر، باش نقولوا اصح الماركة نيهال نقذتني نقذتني نقذتني. علاش انا خذيت البنوار هذيا؟ البنوار هذيا او سيترون فير اي او تي فير باردون اي او سيترون، هذيا بور لي شوفو غرا. نحكي لكم على البنوار هذيا شنو اللي فيه. اول حاجه فيه ان شامبوان فيه 400 مليلتر بور لي شوفو غرا بيان سور، او سيترون اي تي فير. فيه ان ابري شامبوان فيه 300 مليلتر كيف كيف او سيترون اي تي فير. وفيه الماسك هذايا اللي فيه كيف كيف او سيترون اي تي فير. فيه زيد اون كريم كيف كيف زيد فيها قداش فيها هذايا باردون، فيها 140 ملي، وفيها زيد ان جيل دوش اللي هو هذايا فيه 200 مليلتر كيف كيف زيد بالليمون والقرفه او سيترون اي فير فيني. البنوار هذايا يا جماعه لقيتو الحل شعري المزيت فرانشمون، وليت ندوش اون فوا دو فوا بار سيمين. كنت قبل ندوش نهار بنهار والا كل يوم، صدقوني تعبت 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 مع لي استوس اللي نستعمل فيهم بيان سور قبل الدوش وفي الدوش. دونك لقيت لي في ناخذ نعمل طاليه من الشامبوان هذايا كيف كيف نتاعني هيل سوفت دوش، من بعد نستعمل لابري شامبوان
لابخي شامبوان نخليه في شعري مدة 5 à 6 secondes، ما نحيهش طول، وي نخليه شويه وقت باش ياخذ شويه الشعر. اي بيان سور من بعد ما نشلل بالكدي، ردوا بالكم لي في بين الشامبوان ولابخي شامبوان، بين لابخي شامبوان والماسك، شلوا شعركم بالكدي بالكدي، على خاطر قد ما تشلل شعرك على قد ما يزيد يرتاح شعرك وعلى قد ما يزيد ينظف. من بعد ناخذ الماسك هذايا كيف كيف زاد مني هال، نحطو المدة هو كاتبين دو 10 à 15 minutes، انا نحطو حتى 20 minutes، ما يقلقني الجملة، بالعكس نحس اللي شعري ياخذ اكثر. من بعد في ساعة انشلل شعري بيان سور، باش نعطيكم زادة استوس اخرى انا نستعملها الحقيقة، وردوا بالكم معناتها ردوا بالكم. عمرك ما تشيح شعرك وانتي في الدوش تبدا هكا تنزل عليه هكا تعصر فيه باش تهبط منه الماء؟ لي جوست ابين ما تنحي الماء هذاك، من بعد لفه في المنشفة نتاعك وخليه يشيح، خاطر بالحق شفت على قد ما انت تبدا هكا تعصر في شعرك، صدقوني شعرك تتكسر، تولي ما عادش جمله، تولي ما عادش فيها حياه. وحنا شعرنا كيما يقولوا البنيه التاج نتاعها شعرها، دونك حافظوا على عنايه شعركم. من بعد ديك نخرج من الدوش نشيح بالكدا شعري بالمنشفه، ومن بعديك ناخذ الكريم هذايا من نيهال زيدا نتاع البنوا الخضرون نتاعي، اللي هو كريم سون غاساج، فيها 140 ملليلتر، نرجل بها شعري ونخليه يشيح ناتورالمون. كيف كيف زاد باش نعطيكم استوس، احنا طونك توا في الصيف لي في البنات، ننصحكم نصيحه، خليو شعركم يشيح وحده، جوست لفوه في منشفة وخليوه يشيح منه للمنشفة، من بعد نحيو المنشفة نتاعكم وخليوه يشيح وحده من غير ما تستعملوا السيشوار، على خاطر السيشوار يهلك الشعر الحقيقه، يخليه تتكسر، يخليها ماهيش باهيه، يخليه حتى يخشن مام حتى الشعر راهو. دونك هذه الفيديو نتاع اليوم، ان شاء الله تكون عجبتكم، ان شاء الله لي زاستوس هذا يعجبوكم. كان عندكم دي زاستوس اخرين نتاع لي شفو غرا قولوا لي او كومونتير. كان عجبتكم الفيديو ما تنساوش باش تحطوا جيم، وكان ماكمش ابوني اما شان ابوني فو لي في باش هكاك توصلكم كل ما نهبط فيديو جديده توصلكم نوتيفيكاسيون. ا بيانتو، باي باي، بوسه كبيره، تشاو.